الخير، صحيت النهارده من النوم على تليفون من بنك سي اي بي، قال لي استاذ محمد رمضان. قلت له يا فندم، قال لي الدوله تحفظت على فلوسك. فقلت له انا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وملك اهل بلدي، ايه المشكله؟ قال لي انا قلت اقول لك علشان ما تحطش موقف محرج، يعني لو بتشتري بالفيزا ممكن ما تلاقيش فلوس. قلت له الشعبيين زي حالاتي والفلاحين والصعايده، قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم. مستورة، صباح الخير يا مصر.